صعب علينا الامور المباراه الاولى، يمكن عشان احنا كسبنا بره، فيمكن ده يعني خلانا نستسهل الامور شويه، فاعتقد اللي ده اللي خلى الصعوبه نشوفها في الماتش الثاني. لكن الحمد لله بشكر ربنا وبحمده اللي هو يعني الحمد لله اللي هي تجربه ايجابيه، لا قدر الله كان ممكن ضربات الجزاء دي نخرج منها وما نلحقش نعالج او ما نلحقش نستفاد من الموقف، فالحمد لله موقف ايجابي بالنسبه لنا. ولسه كنت بتكلم مع الاولاد ان شاء الله الموقف ده ما يتكررش، لان هي الخبرات بتيجي من المواقف اللي بتعدي عليا، فالحمد لله لازم استفاد من الموقف دوت. وحتى لو كسبان بره 2 و3 و4 لازم هنا اكد واكسب اكتر سكور على اساس ابعت رسائل للفرقه الثانيه اللي انا لعبها. يعني انا متاكد 100% اللي انا انجولا وانا هلعبها عامل حسابها اللي انا خسران هنا في ارضي، ف يعني اتمنى ان هم يكونوا مستهونين بالموقف زي ما احنا يعني فكرنا للاسف. لكن دي يعني بتبعت رسائل للفرقه اللي انا بلعبها اللي انا كسبان بره جوه، فده اللي انا كنت بتمنى. لكن ان شاء الله من ماتش انجولا نحاول نخلص من بدري هنا عشان يبقى الماتش الجاي اللي في انجولا سهل ان شاء الله.